أصدقائي عم نطلع عليكم أنا وريمبو بيوم جديد، تحديات جديدة وأسئلة كمان جديدة، وأكيد مثل ما بخبركم دايما كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني. عندي خبر حلو أنه نحن أجلنا السحب من هذا الخميس للخميس الجاي لحتى يكون عندكم فرصة أكبر ويكون عندكم هيك أسئلة أكثر تشاركوا معنا فيها ويكون عندكم بس فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب. رح نشوف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر وهاللون بيقول الحديقة المركزية تقع في قلب حي مانهاتن في نيويورك وتستقبل نحو 37 مليون زائر سنوياً، كما اعتبرت معلماً وطنياً أمريكياً عام 1962، بنيت خلال الحرب الأهلية الأمريكية عام 1873. هذا المعلم هو ليس مجرد حديقة، فهو نموذج رائع للطبيعة والفنون والحضارة والتاريخ. ما اسم الحديقة المركزية التي تقع في قلب حي مانهاتن بنيويورك؟ رح كرر عليكم أصدقائي اللون الأحمر بيقول الحديقة المركزية تقع في قلب حي مانهاتن بنيويورك وتستقبل نحو 37 مليون زائر سنوياً، كما اعتبرت معلماً وطنياً أمريكياً عام 1962، بنيت خلال الحرب الأهلية الأمريكية عام 1873. هذا المعلم ليس مجرد حديقة، فهو نموذج رائع للطبيعة والفنون والحضارة والتاريخ. ما اسم الحديقة المركزية التي تقع في قلب حي مانهاتن من نيويورك؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وحاولوا إذا ما كنتوا عارفين الجواب تسألوا الموجودين معكم أو حتى تسألوا جوجل حتى تقدروا توصل للجواب الصحيح. أكيد سألتوا جوجل رح يخبركم شو اسم هاي الحديقة، بس اكتبوا حديقة تقع في حي مانهاتن من نيويورك أورا رح يعطيكم الجواب الصحيح، كمان يعطيكم صور عن هاي الحديقة لتشوفوا جمالها ورح يعطيكم عنها كتير معلومات. لهيك فكروا كتير منيح وتواصلوا معنا من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم ليكون عندكم فكرة ليكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس الجاي وتكونوا من بين الرابحين. حليمة وفاطمة والشلم كمان فرح حمزة ولينا، أنا وريمبا عم نستناكم، رنادو ريتاج، مين كمان؟ كل الأصدقاء اللي بيشاركونا دايما أنا وريمبا عم نستنى مشاركاتكم. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم، اتصلوا فينا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم ليكون عندكم فرصة أكبر للربح، وتذكروا كل ما شاركتونا أكثر كل ما كانت فرصتكم أكبر. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ خالد. أهلا وسهلا خالد، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، خبرني شو الجواب؟ سنترال بارك، حديقة سنترال بارك. شكرا لك خالد. أصدقائي أول المشاركين معنا لليوم كان خالد وقال إنه جواب سنترال بارك، ما بعرف إذا صح أو خطأ، أنتم فيكم تتأكدوا من هاي المعلومة. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو 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 حليمة؟ إيه. كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله، كيف صرتي احسن؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ ايه. شو؟ سنترال بارك جاردن. حدا ساعدك؟ لا. اكيد؟ ايه. شكرا لك حليمة، فاطمة رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. الو؟ اهلا فاطمة، كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله انا تمام، خبريني شو الجواب؟ سنترال بارك. كمان حدا ساعدك؟ لا. اوكي، شكرا لكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. خالد، حليمه وفاطمه كانت اجاباتهم سنترال بارك. انتم كمان اصدقائي لسه معكم فرصه ومعكم شويه وقت لحتى تفكروا كثير منيح وتشاركوني شو اجاباتكم. مثل ما خبرتكم بالبدايه اذا ما كنتم متاكدين بتقدروا تسالوا الموجودين معكم او كمان تسالوا جوجل او هيك يعني تعتبروا مشاركات خالد وحليمة وفاطمة مساعدة لإلكم. فكروا كتير منيح، رح كرر عليكم شوية معلومات. بيقول اللون الأحمر الحديقة المركزية التي تقع في قلب حي مانهاتن بنيويورك تستقبل حوالي 37 مليون زائر سنويا، كما اعتبرت معلما وطنيا أمريكيا عام 1962، بنيت خلال الحرب الأهلية الأمريكية عام 1873. هذا المعلم هو ليس مجرد حديقة، فهو نموذج رائع للطبيعة والفنون والحضارة والتاريخ. يا ترى في لسه حدا هيك من الأصدقاء رح يشاركنا؟ في اتصال أو ما في اتصال؟ اتصال جديد ونقول ألو.
الو مرحبا، مين معي؟ ريم. ريم؟ ريم عبيد الله. ريم اهلا وسهلا، منين عم تحكينا؟ من اي اماره؟ من ضبابي. اهلا وسهلا فيكي. طيب خبريني قد ايه عمرك؟ 11. اوكي ريم، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ سنترال بارك. اوكي شكرا لك صديقتي. لتعرفي اذا جوابك صح او خطا لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. ريمبو رح يخبرنا بنهايه الوقت شو الجواب الصحيح. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا الشله؟ انا وريمبو عم نستناكم، كل اصدقائنا اللي بيشاركونا دائما انا وريمبو عم نستناكم، واكيد عم نستنى كل الاتصالات الجديده. اتصال جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عذيبه؟ ايوه اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني عذيبه شو الجواب؟ حديقه البارك. حديقه البارك ولا سنترال بارك؟ سنترال بارك. اوكي في حدا رح يشارك؟ موزه. يلا تمام. الو كيفك موزه؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ سنترال بارك. باب. شكرا لك يا صديقتي. الو الو سارة. أيوة. كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني سارة شو جوابك؟ سنترال. سنترال بارك. اوكي مين كمان؟ الو امنة. اهلا وسهلا فيكي، خبريني يا امنة شو الجواب؟ سنترال بارك. شكرا لك. مين كمان؟ لحظة. اوكي سيف. بلالو. سيف سيف. بلالو. اوكي سيف شكله بعده نايم. خبرني شو الجواب؟ قولها الاجابه. قول سنترال بارك. شكرا. نايم. شكرا لك سيف. مين كمان؟ سيد نايم. اوكي تمام، شكرا لكم يا اصدقاء، قدرت اخذ كل اجاباتكم، رح نستنى يمكن بلكي بالسؤال الجاي السعيد فيه وسيف يصحصح ويشاركونا. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، باقي معنا شويه وقت لهذا السؤال. ما اسم الحديقة المركزية التي تقع في قلب حي مانهاتن بنيويورك؟ شاركونا مجموعة من الاصدقاء وكانت اجاباتهم سنترال بارك. بدأ العد التنازل الخاص بهذا السؤال للأسف يا أصدقائي، وسؤالنا كان انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم الحديقة المركزية التي تقع في قلب حي مانهاتن بنيويورك؟ والجواب أكيد صح سنترال بارك. ألف مبروك لكل اللي شاركونا إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول عالم بريطاني من علماء الفيزياء المشهورين جدا استنبط قوانين الوصف الرياضي الدقيق المتعلق بالجزيئات الأولية والتي جاءت منسجمة مع النظرية النسبية وميكانيكية الكم، وهو من أهم مؤسسي ديناميكية الكهربائية الكم الحديثة، وهو من الحاصلين على جائزة نوبل. ما اسم عالم الفيزياء البريطاني الذي يعتبر من مؤسسي الديناميكا الكهربائية الكمية الحديثة؟ رح كرر عليكم يا أصدقائي، سؤالنا بيقول عالم بريطاني من علماء الفيزياء المشهورين جدا استنبط قوانين الوصف الرياضي الدقيق المتعلق بالجزيئات الأولية والتي جاءت منسجمة مع النظرية النسبية وميكانيكا الكم، وهو من أهم مؤسسي الديناميكا الكهربائية الكمية الحديثة، وهو من الحاصلين على جائزة نوبل. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو. خالد صح؟ تمام مظبوط. أهلا وسهلا، خبرني خالد شو الجواب؟ بول ديراك. العالم بول ديراك. شكرا لك صديقي. خالد بيقول انه الجواب بول ديراك. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو اهلا حليمه، هذا السؤال من اختصاصك. خبريني شو الجواب؟ بول ديراك. اكيد؟ ايه. مساعده ولا بدون مساعده؟ بدون. اوكي فاطمه رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. فاطمه. ايوه صديقتي شو الجواب؟ بول ديراك. شكرا لكم حليمه وفاطمه، يا ترى الشله كمان رح تشاركنا ويخبرونا الجواب؟ فكروا كثير منيح اصدقائي. اتصال جديد ونقول الو. الو
اهلا عذيبه. اهلا. خبريني بولدراك. طيب كيف عرفتي؟ حد ساعدك؟ لا من خالد. من خالد، اوكي. شكرا لك عذيبه. مين كمان؟ انا. موزه. هي. خبريني شو الجواب؟ بول. لا. شكرا لك موزه. مين كمان؟ الو. سعيد. سيف. 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 اوكي خبرني سيف شو الجواب؟ بولكيا. شكرا لك بولديراك. شكرا لك سيف. مين كمان؟ سعيد. سعيد صح النوم. خبرني شو جوابك؟ بولكيا. شكرا لكم. سارة خبريني شو جواب؟ بولكيرات. شكرا لك. باقي آمنة؟ ايه. ومين كمان؟ الو. اهلا آمنة. اهلا. بولكيرات. شكرا لك صديقتي. لسه في حدا؟ لا. اوكي شكرا لكل مشاركاتكم، ان شاء الله تكون هالاجابات صحيحه. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي. خالد، حليمه وفاطمه والشله كمان كانت اجاباتهم بول ديراك. يا ترى هالجواب صح او خطا؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو الو. مين معي؟ ريم. ريم اهلا وسهلا فيك من جديد. خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ بول ديراك. حد ساعدك؟ لا. اوكي شكرا لك ريم، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقتي وتكوني نجمه الاسبوع. يا ترى في اتصال؟ للاسف لسه ما في اتصالات. فكروا كثير منيح اصدقائي، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني اجاباتكم، واذا ما كنتوا عارفين المعلومه اكيد بتقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم، وكمان بتقدروا هيك تعتبروا مشاركات باقي الاصدقاء شوي نوع من انواع المساعده. فكروا كثير منيح واسالوا جوجل كمان اللي اكيد 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 رح يساعدكم. هو عالم بريطاني من علماء الفيزياء المشهورين جدا، استنبط قوانين الوصف الرياضي الدقيق المتعلق بالجزيئات الاوليه والتي جاءت منسجمة مع النظرية النسبية وميكانيكا الكم، وهو من أهم مؤسسي ديناميكا الكهربائية الكمية الحديثة، وهو من الحاصلين على جائزة نوبل. ترى في حدا؟ في حدا؟ في اتصال؟ منقول ألو. ألو ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ أنا سالم. مين؟ رناد سالم. رناد كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ فردي. شو؟ فردي راد. طب حدا ساعدك؟ ايه. ماما. ماما الله يخلي الماما. شكرا لك رناد. في حدا رح يشارك ولا لا؟ ايه. اوكي. الو. ريتاج. ايه. كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ والدي راك صح؟ ايه. شكرا لكم. في حدا كمان ولا خلاص؟ خلاص. اوكي شكرا رناد وريتاج، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، لسه معنا شويه وقت ليكون عندكم فرصه اكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس الجاي لتكونوا نجوم الاسبوع من بين الرابحين. معكم اليوم نهار الاحد ونهار الثلاثاء لتشاركونا. بس مع هيك تذكروا انه نجم الاسبوع هو اكثر شخص شاركنا على كل الاسئله تقريبا، واكثر شخص كانت اجاباته صحيحه، لهيك فكروا كثير منيح وحاولوا تكون اجاباتكم صحيحه. اذا ما كنتوا كثير متاكدين اسالوا موجودين معكم او اسالوا جوجل. ما هو اسم عالم الفيزياء البريطاني الذي يعتبر من مؤسس الديناميكا الكهربائيه الكميه الحديثه؟ فكروا كثير منيح اصدقائي كتبوا اتصالاتكم. للاسف بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. رح نوصل لنهايه الوقت. وصلنا لنهايه الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم عالم الفيزياء البريطاني الذي يعتبر من مؤسسي الديناميكا الكهربائيه الكميه الحديثه؟ والجواب اكيد صح بول ديراك. الف مبروك لكل اللي شاركونا اجاباتكم كانت صحيحه. ريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. رجعنا لكم اصدقائي لنكمل تحدياتنا لليوم. بدي اذكركم انه كل المطلوب منكم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني كل اجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم ليكون عندكم فرصه اكبر تدخلوا السحب وتكونوا نجوم الاسبوع. رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدا يا ريمبو.
ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وأفند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول حيوان من البرمائيات يتميز بجسمه القصير اللين وسيقانه الخلفية الطويلة تنتهي بأصابع مترابطة بأغشية رقيقة تدعى شرغوف. ما اسم الحيوان البرمائي الذي تسمى يرقته شرغوف؟ حيوان فقاري من البرمائيات يتميز بجسمه القصير اللين وسيقانه الخلفية الطويلة تنتهي بأصابع مترابطة بأغشية رقيقة يرقتها تدعى شرغوف. ما اسم الحيوان البرمائي الذي تسمى يرقته شرغوف؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، السؤال كتير سهل، أكيد كلكم عارفين هذا الحيوان شايفينه، إذا مو بالصور على الواقع. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم. يا ترى مثل كل مرة رح يكون خالد أول مشاركين معنا أو حليمة وفاطمة؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا حليمة، خبريني شو الجواب؟ الضفدع. وما حدا ساعدك صح؟ لا. أوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ أيوه. تمام. ألو. أهلا فاطمة، خبريني شو جوابك؟ شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. حليمة وفاطمة شاركونا وقالوا لنا إن جواب الضفدع، بتوقع يعني عم يساعدوكم كثير، وهو السؤال أصلا كثير سهل، فكروا كثير منيح، كتفوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم لحتى تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع. ومن بين الرابحين معنا هو حيوان فقاري من البرمائيات يتميز بجسمه القصير اللين وسيقانه الخلفية الطويلة تنتهي بأصابع مترابطة بأغشية رقيقة يرقتها تدعى شرغوف. ما اسم الحيوان البرمائي الذي تسمى يرقته الشرغوف؟ شاركونا حليمة وفاطمة وكانت إجاباتهم الضفدع. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، أنتم كمان أكيد تقدروا تشاركونا إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. مين لسه غير حليمة وفاطمة الشلة؟ رنادو ريتاج ريم كمان صديقتنا الجديدة اللي شاركتنا اليوم. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا عذيبة، خبريني شو جوابك؟ الضفدع. شو؟ الضفدع. شكرا لك عذيبة. مين كمان؟ موزة. ألا. أهلا موزة، قولي لي شو الجواب؟ الضفدع. شكرا لك يا صديقتي. ألو ألو. سارة، خبريني شو جوابك؟ الضفدع. شكرا سارة. مين كمان؟ ألو. آمنة. قولي لي شو جوابك؟ الضفدع. شكرا آمنة. مين لسه؟ ألو. سيف. سيف. بعدك ما صح صحت؟ لا. قولي شو جوابك؟ الضفدع. شكرا سيف. سعيد رح يشارك ولا لا؟ ألو. مين معي؟ سعيد. سعيد قولي شو الجواب؟ الضفدع. شكرا. شكرا لكم، قدرت اخذ كل اجاباتكم، توقع خلصوا الشله؟ خلصوا، شكرا لكم اصدقائي، مين لسه من اصدقائي رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اتصال جديد ونقول الو. الو. ريم؟ هي. لو سهلة فيكي، خبريني ريم شو جوابك؟ الضفدع. حدا ساعدك؟ لا. اوكي، شكرا لك ريم. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. حيوان فقاري من البرمائيات يتميز بجسمه القصير اللين وسيقانه الخلفية الطويلة تنتهي بأصابع مترابطة بأغشية رقيقة يرقتها تدعى شرغوف. ما اسم الحيوان البرمائي الذي تسمى يرقته شرغوف؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. شاركونا حليمة وفاطمة الشلة وريم وكانت إجاباتهم الضفدع. مين ممكن لسه من الأصدقاء يشاركونا؟ ما بعرف إذا عندكم إجابات تانية، حتى لو عندكم إجابات تانية حاولوا تواصلوا معنا وشاركونا، أنا وريمبو رح نحاول قد ما نقدر نساعدكم. إذا ما كنتوا عارفين الجواب فيكم تسألوا الموجودين معكم أو حتى تسألوا جوجل اللي أكيد 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 رح يخبركم الجواب الصحيح. مع العلم أنا بتوقع السؤال كتير سهل، يمكن كلكم تعرفوه لهذا الحيوان شايفينه يا بالصور أو ممكن على الواقع. رح أذكركم أصدقائي إنه السحب
نهار الخميس القادم رح يكون على جائزة مقدمة من تلفزيون الفجيرة، وهي عبارة عن هاتف هواوي نوفا 3i. مين رح يكون الرابح؟ فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم لتكونوا انتوا الرابحين لنجوم الأسبوع. وتذكروا انه كل ما شاركتونا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر لتدخلوا معنا السحب وتكونوا من بين الرابحين. ما اسم الحيوان البرمائي الذي تسمى يرقته شرغوف أصدقائي؟ سؤالنا كتير سهل كتير سهل، وأكيد كلكم عارفين ومين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا. يلا يا أصدقائي باقي معنا شوية وقت، فكروا كتير منيح لحتى تكون فرصتكم أكبر تدخلوا السحب نهار الخميس القادم. حليمة وفاطمة ريم والشلة قالوا إنه الإجابات هي الضفدع، يا ترى هالإجابات صح أو خطأ؟ ما بنعرف، لازم نستنى لنهاية الوقت لحتى ريمبو يخبرنا شو الجواب الصحيح. رناد ريتاج، أنا وريمبو عم نستناكم، كمان حمزة فرح ولينا، يارا وندى، كمان كل الأصدقاء اللي بشاركونا من كل الإمارات، أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم أصدقائي. فكروا كتير منيح يعني رح نوصل، وصلنا. وبدأ العد التنازلي الخاص بهذا الوقت بهذا السؤال يا أصدقائي. وانتهى الوقت. سؤالنا بيقول ما اسم الحيوان البرمائي الذي تسمى يرقته الشرغوف؟ والجواب أكيد صح الضفدع. مبروك لكل اللي شاركونا، رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول بقى يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول نبات يعيش في لبنان وسوريا والأردن والمغرب وفلسطين، وينمو في الأراضي المهملة أو في السواحل أو سفوح الجبال، ويتكاثر بالبذور ويسمى بعدة أسماء منها عاشق الشجر، حبل المساكين، حشيشة مهبولة، وهو من النباتات المعمرة التي تستعمل أوراقه وأزهاره طبياً. ما هو النبات الذي يطلق عليه عدة أسماء منها حبل المساكين؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول نباتات أو نبات يعيش في لبنان وسوريا والأردن والمغرب وفلسطين، وينمو في الأراضي المهملة أو في السواحل أو سفوح الجبال، ويتكاثر بالبذور ويسمى بعدة أسماء منها عاشق الشجر، حبل المساكين، حشيشة مهبولة، وهو من النباتات النباتات المعمرة التي تستعمل أوراقه وأزهاره طبيا. ما هو النبات الذي يطلق عليه عدة أسماء منها حبل المساكين؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، السؤال يمكن شوي غريب عليكم، تقدروا أكيد تحاولوا توصلوا للجواب، تسألوا الموجودين معكم أو حتى تسألوا جوجل. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو. أنا ما عم بقدر أسمع. ألو ألو أصدقائي، للأسف شكله انقطع الخط، أكيد صديقي أو صديقتي رجعوا حاولوا تواصلوا معنا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو مين معي؟ رناد سالم. أهلا رناد، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ هي. شو؟ الشرغوف الضفدع. شو؟ الشرغوف الضفدع. هذا السؤال اللي قبل رناد أو ريتاج، ما بعرف إذا رناد أو ريتاج. هذا السؤال اللي قبل، نحن بسؤال جديد. ارجع خبرك شو السؤال. نبات الهايدرا. اوكي طيب، انا رح اخذ اجابتك وان شاء الله تطلع صحيحه. شكرا لمشاركتك. في حدا كمان رح يشارك؟ رتاج. اوكي رتاج. الو اهلا صديقتي، قولي لي شو الجواب. نبات الهايدرا. اكيد أكيد. أوكي شكرا لكم رناد وريتاج، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، شوفوا شو الإجابات اللي ممكن هيك تخطر لكم. خبروني كمان إذا هذا النبات له مسمى غير عندكم. فكروا كتير منيح، هو نبات يطلق عليه عدة أسماك منها حبل المساكين. يا ترى في اتصال أو ما في؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم. اتصال جديد ونقول ألو. ألو أيوة حليمة، خبريني قدرت تعرفي الجواب؟ أنا بعرف وايد أسماء. أوكي شو الجواب طيب؟ لبلابشي. لبلابشي يعني شي؟ شبيه ختمية. أنت متأكدة ولا لا؟
متأكدة ولا لا؟ حشيشية مهبولة؟ ايه اوكي صح؟ ايه احد الاسماء. لا فاطمة بتضحك. طيب فاطمة رح تشارك؟ ايه اوكي. فاطمة الو خبريني شو جوابك؟ اللبلاب. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، كانت اجاباتكم اللبلاب، ان شاء الله تكون صحيحة وبتوقع انه عندكم اسمها حشيشة مهبولة لانه هيك قالت حليمة. فكروا كثير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا، لسه معنا شوية وقت فيكم خلال هذا الوقت تطلبوا المساعدة تفكروا وتتصلوا فينا. اتصال جديد وبنقول الو. الو عذيبة. أهلا وسهلا. أهلا. خبريني شو جوابك؟ شجرة اللبلاب. أكيد. أكيد. مساعدة ولا بدون؟ لا بدون مساعدة. أكيد متوقع الإجابة قبل الاستثمار يعني هي تطلع هي. نعم. أيوه. كنت متأكدة يعني من الإجابة قبل حليمة وفاطمة. أوكي طيب تمام شكرا لك عذيبة. أهلا. مين كمان؟ موزة؟ إيه. خبريني شو الجواب؟ لب. 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 شكرا لك موزه. سارة قولي لي شو جوابك؟ اللبلاب. انت كمان عرفتيها ولا اخذتيها من عذيبه؟ لا من عذيبه. اوكي شكرا لكم اصدقائي. مين كمان؟ امنه. خبريني شو جوابك امنه؟ اللبلاب. شكرا لك صديقتي. لسه في سيف وصيد. سيف حماس خبرني شو الجواب؟ اللبلاب. شكرا لك سعيد. الو ايوه سعيد قلي شو جوابك؟ اللبلاب. شكرا لكم اصدقائي. الشله هالمره كانت بتحدي مع حليمه وفاطمه يعني الاثنين اوكي ما رح اقول اذا عرفوا الجواب او لا بس الاثنين كانوا عم يحاولوا يتصلوا فينا. اتصال جديد وبنقول الو. الو 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 ايوه ريم خبريني شو جوابك؟ اللبلاب. انت عرفتي الجواب لحالك؟ من هون قاعده. اوكي من عذيبة وحليمة وفاطمة. شكرا لك ريم ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ انا نسيت اسألكم انتم كمان شو بتسموه بمنطقتكم او بالبلد اللي انتم منه لانه له عدة مسميات هذا النبات. فكروا كثير منيح اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم لسه معنا شوية وقت تقدروا من خلاله تتصلوا فينا وتخبروني شو اجاباتكم ليكون عندكم فرصة اكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم وتكونوا نجوم الاسبوع من بين الرابحين. ما هو النبات الذي يطلق عليه عدة اسماء منها حبل المساكين؟ اختلفت الاجابات شوي بس اغلب الاجابات كانت اللبلاب. يا ترى صح او خطا؟ لازم نستنى نهايه الوقت ونستنى رينبو شو رح يقول. فكروا كثير منيح اصدقائي نبات يعيش في لبنان وسوريا والاردن والمغرب وفلسطين وينمو في الاراضي المهمله او في السواحل او سفوح الجبال ويتكاثر بالبذور ويسمى بعده اسماء. للاسف بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو النبات الذي يطلق عليه عدة أسماء منها حبل المساكين؟ والجواب أكيد صح نبات اللبلاب. مبروك أصدقائي كل إجاباتكم كانت صحيحة. اليوم لسه مخبي معلومة بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لنكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر وهاللون بيقول هو من اخترع الكاميرا للتصوير الفوتوغرافي وهو فنان وكيميائي فرنسي الأصل. ولد عام 1787 في مدينة كورجي الموجودة شمال فرنسا وكان رساما في بداية حياته وعند وصوله عمر 30 اخترع طريقة لعرض اللوحات الفنية مستخدما أسلوبا معينا في الإضاءة. نجحت محاولة اختراع الكاميرا عام 1827. من هو مخترع كاميرا التصوير الفوتوغرافي؟ فكروا كثير منيح أصدقائي. تقدر تسألوا جوجل أكيد رح أخبركم الجواب. اتصال جديد ومنقول ألو أو أول اتصال. ألو خالد خبرني يا صديقي شو جوابك؟ لويس داجير. داجير صح؟ داجير يس. شكرا لك خالد إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو حليمة.
أكيد بتعرفي وأكيد متأكدة وأكيد ما حدا ساعدك صح؟ أيه. أوكي خبريني شو الجواب؟ لويس داجير. أوكي أكيد؟ أكيد مليون أكيد. طيب فاطمة رح تشارك؟ جود نايت. جود نايت. فاطمة؟ أيوة صديقتي خبريني شو الجواب؟ لويس داجير. شكراً لكم حليمة وفاطمة. خالد حليمة وفاطمة كانت إجاباتهم لويس داجير. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة أكبر للربح. اتصال جديد منقول ألو. ألو سيف. موزة. موزة خبريني موزة شو جوابك؟ داجير. أوكي موزة عم تعلي صوتها مشان أنا ما أفهم عليها وإلا أوكي. ألو. طيب عذيبة. أيوة. شو الجواب؟ داجير. أوكي شكرا لك عذيبة. مين لسه؟ ألو ألو. سارة سارة. أيوة. قولي لي شو جوابك؟ داجير. شكرا سارة. مين لسه؟ ألو. آمنة. خبريني آمنة شو الجواب؟ داجير. أكيد؟ أكيد. حد يساعدك؟ عذيبة. عذيبة. أوكي شكرا لك آمنة. مين لسه؟ ألو. ألو. سيف. خبرني سيف شو الجواب بكل داجير. حماس وين حماس؟ شكرا لك سيف. مين لسه؟ الو سعيد. سعيد خبرني شو الجواب؟ داجير. اكيد اوكي شكرا لك سعيد. في حدا لسه رح يشارك؟ اوكي شكله ما في حدا وخلصت الشله. شكرا لمشاركاتكم اصدقائي ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ رناد وريتاج وريم ومين كمان؟ كل الاصدقاء اللي شاركونا اليوم وكمان اصدقائنا الجداد انا وريم عم نستنى مشاركاتكم. فكروا كثير منيح وكتفوا اتصالاتكم. رح ارجع اكرر عليكم سؤالنا بيقول هو من اخترع الكاميرا للتصوير الفوتوغرافي وهو فنان وكيميائي فرنسي الاصل ولد عام 1787 في مدينه كورجي الموجوده شمال فرنسا وكان رساما في بداية حياته وعند وصوله عمر 30 اخترع طريقة لعرض اللوحات الفنية مستخدما أسلوبا معينا في الإضاءة. نجحت محاولة اختراع الكاميرا في عام 1827. من هو مخترع كاميرا التصوير الفوتوغرافي؟ لحد هلأ كل اللي شاركونا كانت إجاباتهم لويس داجير. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا يا ترى في اتصال؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. معنا اتصال أو لا لسه معنا شوية وقت تقدروا خلال هذا الوقت تشاركونا إجاباتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا السحب نهار الخميس القادم وتكونوا نجوم الأسبوع. في اتصال ومنقول ألو. ألو. مين معي؟ رناد سالم. رناد أهلا وسهلا. قولي لي شو جوابك؟ اخترع التصوير الفوتوغرافي لويس داجير. اوكي هذا جواب طويل وكامل. طيب من وين عم تقرأي؟ من جوجل؟ لا. شو من وين؟ اوكي شكرا لك صديقتي. في حدا لسه رح يشارك؟ رتاج. يلا تمام. ايوه رتاج خبريني شو جوابك؟ تصوير الفوتوغرافي مختار. شو؟ مختار. رتاج انا ما فهمت ولا شيء، اعطيني بس اسم المخترع، اسم واحد. نوستراد. داجير صح؟ شكرا لك رتاج وشكرا لرناد. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. ريم؟ اهلا صديقتي، قولي لي شو جوابك؟ لويس داجير صح؟ هي. اوكي حدا ساعدك؟ لا. اوكي شكرا ده. شكرا لك ريم ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اصدقائي عادي فيكم تستعينوا بجوجل بس بشرط انكم تضلكم حافظين هاي المعلومات ما تنسوها ابدا. مين لسه من الاصدقاء ممكن؟ للاسف ريم كانت اخر المشاركين معنا لليوم. بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول من هو مخترع كاميرا التصوير الفوتوغرافي والجواب اكيد صح لويس داجير. الف مبروك لكل اللي شاركونا اصدقائي. وصل مشوارنا معكم للنهايه. صار وقت لكم. باي باي.